وعليكم السلام. الله يبارك. فين يا سيدي؟ عند جواد حسني. جواد حسني؟ اه. ازيك يا بيه؟ ازيك يا راجل يا طيب؟ ازي حضرتك؟ على طول كده؟ الله يبارك في حضرتك. طب حط كمان صح. ماشي بسم الله ما شاء الله. في المنصورة؟ في المنصورة. بسم الله ما شاء الله. ازي حضرتك؟ شوف. ازي حضرتك؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله والله. كله تمام؟ تمام والله. انت كنت في المحكمة هنا ولا ايه؟ اه كنت مع حد هنا ان شاء الله. انت بتشتغل ايه بقى؟ احنا شغالين في المقاولات ان شاء الله. ها؟ شغالين في المقاولات ان شاء الله. شغالين في المقاولات؟ اه ان شاء الله. وعندك قضية ولا ايه؟ لا ده كانت حاجة كده خاصة بس بأخويا وبنتي هنا يعني ان شاء الله مع المحامين وكده ان شاء الله. اه. ازي حضرتك يا بيه؟ الحمد لله. تمام والله. انت تالت واحد يركب معايا في المقاولات النهاردة. والله طب مش عارف فين. اه والله شغلكوا كويس يا زلمة. الحمد لله ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله. انت حضرتك بقى جاي من القاهرة بقى مخصوص عشان اصور في المنصورة. بسم الله ما شاء الله. المنصورة جميلة. اسمك ايه يا راجل طيب؟ السيد عبد الله فضل. ازيك يا عم سيد؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. انا خريج ليسانس اداب برضك. ليسانس اداب؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت هتوصف لي السكة 99 ماشي حاضر مع حضرتك. 99 99 من زمان يعني. لا من زمان ايه؟ انت شباب. لا شباب فين بقى؟ اه والله ربنا قد حضرتك. لا يا ريت. انا سابقك يجي مثلا بتاع مش كتير 8 سنين كده. مش كتير لا ما يبانش. اه والله ما يبانش يا استاذ شريف. تصدق بقى؟ ازي حضرتك؟ لا اكتر كمان. ليه ده؟ لا هم 8 سنين. طيب تمام ان شاء الله. الله يبارك. واخبار المقاولات ايه؟ يعني يا مسهل برضك الدنيا برضك لسه شويه. لسه صعبه؟ لسه شويه بس يا مسهل. يا مسهل. يا طبعا بقى طبعا 2020 الحمد لله. السنه صعبه. الحمد لله على الكل. طب المخالفات اخبارها ايه؟ المخالفات ايه بقى؟ المخالفات العقاريه. لا احنا مالناش في دي بقى. احنا شغالين هناك في العاصمه والكلام ده. انت شغال في العاصمه؟ في العاصمه الاداريه الجديده؟ مدينتي وكله. لا والله. مع اخويا انا. شغلك مش هنا؟ لا كلنا كل شغلنا هناك بقى لنا 15 سنه. يا راجل. من اول ما مدينتي اشتغل. اه يعني انت اصلا انت من المنصوره بس. ايوه من طلخه من هنا حضرتك. بس شغال في العاصمه الاداريه. العاصمه اه ان شاء الله. والشغل هناك اخباره ايه؟ الشغل جميل. يعني بصراحه بيتعمل هناك حاجات يعني انا في رايي يعني. مفيش اي دولة في العالم تجرؤ تعمله. يا راجل. انا في رايي يعني كده. ليه بقى؟ طيب فهمني انا بعرف. حجم عمل كبير. حجم العمل كبير. كبير ومساحه كبيره. شغل كتير يعني. يعني مثلا ما يكون حضرتك تقريبا 168,000 فدان كتير. وانت شغلك ايه هناك؟ احنا بنشتغل بقى في الحديد خرسانات وحاجات وكده وبتاع. انتوا في المراحل الاولانيه يعني. كان الاول بنشتغل تشطيب بس ما عادش تستحمل تشطيب الوقت بقى. يعني كنا مثلا بنشتغل في سيراميكات وكله كل حاجه. دلوقتي بقى ايه؟ السلام عليكم. ما تستحملش بقى. خلي بالك حضرتك مش محتاجه يعني. يا عم ربنا يكرمك. لا والله شرف ليا. كله عارف حضرتك يعني. ربنا يخليك. انت زي ما حضرتك وانت ماشي كله عارف حضرتك. ربنا يكرمك ويخليك. الله يبارك فيك. نعمه من ربنا. الله يبارك فيك. انت من الناس المحترمه والله يا استاذ شريف. ربنا يخليك. من ذوقك بس. وفكره حلوه. ها؟ فكره حلوه. عجبتك الفكره؟ اه لا ما هو بقى المفروض احنا بندور يبقى ايه؟ دور الاعلام كده. حاضر. انزل في وسط الناس. احنا بنحاول والله. انزل في وسط الناس وشوف مشاكل الناس. بنحاول اهو. ادينا بنحاول اهو. انما انا اروح في الاستوديو واعمل تقرير ومش عارف اقول الكلام ده. انت والله قبل ما تركب لسه كنت ما هو احنا قاصدين نعمل كده. ننزل نسمع الناس. ونشوف مشاكل الناس ودي. انما مش هقعد بقى في كده يعني. انت موافق ان احنا نذيع لقائنا معاك ده نتشرف بيه يعني. والله يا استاذ شريف ما فيش مشكله. ما فيش مشكله. اتفضل يا سيدي. اتفضل. ما فيش مشكلة تحت أمر حضرتك. وأنت أصلاً بتيجي كل قد إيه بقى؟ قاعد في المنصورة يعني وبتروح الشغل هناك ولا بتعمل إيه؟ أنا في القاهرة بس أنا بروح وبتردد عليه. يعني أنت قاعد هنا على طول؟ بروح وبتردد عليه يعني كده إن شاء الله. وفي يعني احتمال بقى كبير إن شاء الله أنقل معاه مثلاً إن شاء الله عشان الأولاد بقى من المدارس. أنت الأولاد هنا؟ أولادي هنا طب كويس. كانوا هنا في مدارس خاصة بقى بس بنحول بقى مدارس حكومة متميزة. عشان أصلاً ما فيش حد ما فيش تعليم السنة دي برضك الموضوع التعليم صعب شوية. كل الدنيا صعبه بس انا عايز اقول لك يعني انا بس ما بحبش اقول الكلام ده عشان انا ما بحبش يعني فاهم اهو الوضع ولا رايي وكده ماليش دعوه بس والله الراجل عامل شغل الراجل وزير التربيه والتعليم ده احنا اللي احنا مش فاهمين لان الحكايه لسه جديده جديده علينا بس ربنا يوفق العيال بقى هم دماغتهم انضف مننا لا خليك مش عيال تانية عقليات العيال لا بسم الله ما شاء الله العيال دماغتهم هتطلع انضف مننا بكتير هم شافوا بقى اتنين اتعامل زينا يا استاذ شريف هنا؟ اه بالشرف ان شاء الله ماشي هنا ده مش ده طالب مؤاخذة
العيال ده العيال اتعاملوا بقى مع كمبيوتر وتليفونات ونت وبتاع. انا وولادي يعني بياخدوا كل دروسهم اونلاين. انا مش عارف الف معلش انا ينفع انزلك هنا؟ انزل معلش انا بس كمل كلامك. لا انا بقول لك يعني انا مثلا اولادي بيشتغلوا كل اونلاين بيشتغلوا اونلاين مع ان اونلاين ده انا متهيألي انا مش هيبقى برضك زي ما يكون مباشر او الكلام ده. ايه ما هو لازم تتعامل مع الوضع الحالي بس وضع بقى عشان بقى عشان احنا فيه ان شاء الله تتغير. ان شاء الله عندك كم عيل؟ عند 4 ان شاء الله. 4 ربنا يخليهم ربنا يبارك سنه كام وكام 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 في كلهم؟ ابراهيم 5 ابراهيم 3 وكي جي 2 بسم الله ما شاء الله وان شاء الله كي جي 1 السنه الجايه ان شاء الله. يلا ربنا يقدرك ان شاء الله. ربنا يقدرك ربنا يبارك في حضرتك ويفرحك بيه. فرصه سعيده. مع سعيد جدا. انا سعيد جدا. طب ادفع بقى. لا كفايه شفناك بس كفايه شفناك. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل يا عم سعيد. انا سعيد جدا والله. الزملاء بس هياخدوا رقم تليفونك بعد اذنك علشان يقولوا لك هنزلها امتى ان شاء الله. ماشي يا شيخ. ماشي يا شيخ. شكرا. مع السلامه. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه.